في الفقرة الحوارية دي معانا اتنين من الأبطال الجداد، أبطال من نوع مختلف، من نوع جديد. النهاردة معانا اتنين من أبناء النادي الأهلي، من نجوم فريق شباب الأهلي لكرة اليد مواليد 2002. معانا مهاب محمد سعيد، برحب بيك يا مهاب. ومعانا عمر شريف عبد العزيز، أهلا بيك يا عمر، ومشرفنا وألف ألف مبروك، ومشرفنا في البيت الكبير. نورتونا كابيتانو. كابيتانو اهلا بيك. اخبارك؟ منورنا طبعا، في منورنا في البيت الكبير. بوزيشن برضو بتاعك عايزين نعرف، يعني برضو باك رايت. باك رايت، طب حلو، منورنا معاك. اهلا بيكم في البيت الكبير، واحنا سعداء بيكم جدا اولا. ويمكن قبل ما بتخشوا، يعني كنت بنتكلم ان من عادات النادي الاهلي انه بس الاهتمام مش بس الفريق الاول وكره القدم، ولا احنا بنهتم ولازم نحط الضوء على الابطال الصاعدين ان شاء الله خلال سنين قليله، ان شاء الله تكونوا موجودين على مستوى المنتخب، منتخب مصر وكمان فريق النادي الاهلي الاول. خلينا نبدا مع الكابيتانو، مبروك طبعا، وعايزين نعرف تعرف الساده المشاهدين ايه هو الكاس المرتبط، وهل هو ده الدوري؟ يعني اشرح لنا ديت سريعا، ده كاس ولا دوري؟ ده مختلف عن كاس مصر ولا ده كاس مصر؟ لا، ده الدوري المصري. الكاس احنا اتغلبنا وخرجنا، بس فاحنا من ساعه لما حصل اللي حصل يعني واتغلبنا، فقررنا ان الدوري مش طالع من الجزيره، فهي دي بطوله الدوري، وهو بيسمى دوري مرتبط علشان احنا الفريق المرتبط، يعني احنا تحت الدرجة الأولى، تحت يعني في فريق 2000 وإحنا اللي وراهم على طول، فإحنا اللي ممكن ندعم صفوف الدرجة الأولى. طيب عمر، أنت عمر يعني حققته إنجاز كبير جدا، وحققته إنجازات وفزته على الزمالك، بس أنا عايزة أعرف، أكيد الفوز ده فارق، وأكيد قبل البطولة دي تحديدا وقبل الكاس ده كنت بتفكر بطريقة، والسؤال لك كمان يا مهاب، ودلوقتي بقى التفكير مختلف جدا خاصة بعد الفوز. قول لي، بقيت بتفكر بعد ما فزت بالكاس وبقى معاكم إزاي؟ إيه اللي اختلف؟ أنا بفكر إن اللي إحنا فرقتنا يعني محدش ممكن يقف قصادنا بعد كده. وإحنا الموضوع كمان إن دي مش أول مرة نحقق بطولة الدوري. إحنا السنة اللي فاتت بس هي اللي راحت مننا، السنتين اللي قبليهم كانوا مع كابتن سمير الجزار، حققنا بطولتين الدوري على التوالي، وكانوا البطولتين في ملعب نادي الزمالك، كانوا اصعب بكتير انك تاخدي البطوله كمان في ملعب الغريم التقليدي اللي هو نادي الزمالك. وبس، فاحنا متعودين، واحنا دايما بنفكر في البطوله اللي بعديها، ونفكر البطولات دي مش هتخرج من النادي الاهلي، علشان احنا متعودين اللي احنا بناخدها على طول، فالموضوع بالنسبه لنا مش جديد. اخدت بالك من الجمله الاولانيه اللي قالها؟ انا هاخد من كلامه وهسال بيه مهاب. ان احنا ما حدش هيقدر يقف في وشنا بعد كده. ده طبيعي. لا، اللي لفت نظري جمله قبلها كمان مهاب. اي مهاب، ان دور ده كابيتانو، وقال جمله مفيده جدا، اول ما خسرته كاس مصر قلتوا بطوله الدوري مش هتخرج من الجزيره. بعد ماتش خساره على طول، يعني على طول. اشرح لي، وده عايزين كمان نكلم الناس، مش لعيبه كره القدم بس هم اللي عندهم الروح ديت، لا بالعكس، انا بحس كمان اللعبات المختلفه عندهم نفس الروح وعندهم نفس الشخصيه بتاعت الكابيتانو. اشرح لي برضه يا مهاب، ازاي اتصرفتوا بعد ما خسرتوا كاس مصر؟ ازاي النقله ديت، انه صممتوا ان انتوا ترجعوا تاني وتاخدوا الدوري؟ هو الموسم كله كان، هو لينا في الموسم بطولتين بس، كاس مصر والدوري. فاحنا خرجنا من كاس مصر، فما بقاش قدامنا هدف غير الدوري. فبعد الماتش اللي خسرناه دوت، بعديه على طول وقفنا مع بعض، بعد الماتش. أيوة. على طول بعد الماتش على طول. قلتوا ايه بقى؟ اتكلمنا. كنتوا بتتكلموا في ايه يعني بعد ما اتكلمنا ان الموضوع ده خلاص، يعني الماتش ده خلاص البطوله راحت، ما فيش حاجه، مش هنفضل متضايقين، ده مش هيفيد بحاجه خالص. اللي هيفيد اللي احنا الدوري يرجع تاني مكانه بس، فاحنا وقفنا الوقفه دي مع بعضينا. ده الكلام اللي كنت بتنصحهم يا عمر؟ طبعا، وفي ناس تانيه في الفرقه بتتكلم. والموضوع ده كان قبل الكورونا، ولما فضلنا قاعدين في البيت بسبب الكورونا، وكان في كمان ثالثه ثانوي، في ناس عندنا في الفرقه كتير ثالثه ثانوي، والكلام ده كنا بنتكلم الكلام ده مع بعض مثلا على الواتساب، ما نسيتوش يعني، ما نسيتوش كمان يعني الموضوع حتى بعد كورونا ودراسه.
فرصة. لا اتكلم على الرسالة ان بيبقى حاطين حاجة في دماغهم ممكن جدا الناس تقول خلاص والناس والبطولة والتدريبات. لا فكمان انكم بتفكروا بعض خلال فترات التوقف ديت ان لا يا رجالة احنا عندنا حاجة مهمة ما تنسوش ان احنا خسرنا كاس لا لازم ناخد الدوري. الكلام ده كان موجود وبتحفزوا بعض بمعنى اصح. طبعا يا كابتن انا حضرتك ممكن تكون اكتر واحد عارف الكلام ده لانك حضرتك عشرته. ده حقيقي. احنا ممكن لما نتغلب ماتش نستنى لغايه الموسم اللي بعديه. يعني احنا فرقه مثلا ما لعبناش غير مره نستنى الموسم اللي بعديه يعني مستحلفين. الماتش ده لحد دلوقتي مستنيين لحد دلوقتي احنا مستنيين الموسم الجديد يبدا عشان الماتش فعلا مع انكم حققتوا انجاز يعني. لا بس ان شاء الله وقع مننا اللي هو ماتش البنك الاهلي وماتش الشمس فمستنيين الماتش مستنيين بقى ماتش البنك الاهلي السنه الجايه. ماتش البنك وتاني ايه الماتشات اللي انتوا هم دول بس البنك الاهلي والشمس دول الماتشين اللي انا مستنيينهم. كان الفرق كبير في السكور ولا لا الموضوع مش فرق كبير. الموضوع ان هو يعني هي حاجه حصلت اصلا ما حدش متوقعها بس ما فيش مستحيل في الكوره زي ما حضرتك عارف في كره اليد او في الكوره عامه في ما فيش مستحيل. فهو ما كانش حد متوقع حتى اللعيبه عندنا ما كانتش متوقعه. ممكن نزلت مسترخيه شويه في الماتش كان في عدم توفيق بس الموضوع مش فاهم حضرتك يعني اخر خمس ثواني احنا يعني اخر خمس ثواني والفرق واحد للشمس خمس ثواني والكره معانا احنا واحنا مقتنعين ان احنا هنكسب مقتنعين ان احنا نلعب اكسترا تايم وهنكسب. ما هو ساعات الثقه الزياده ديت ساعات بتاخدك لسكه هو ده اللي وقعنا ممكن هو ده اللي حصل بس احنا مستنيين يعني. النسخه دي نسخه البطوله الموسم ده اكيد من اصعب النسخ اللي مرت عليكم يعني انتوا كان في كورونا توقفتوا طبعا عن النشاط فترة طويلة جدا ما كنتوش حتى بتتقابلوا أكيد كان يعني احكولي بقى كواليس لحد ما وصلتوا للبطولة دي وحققتوا الإنجاز ده يا مهاب. هو كان في يعني كان في ناس أغلبية نص الفرقة كانت ثالثة ثانوي أو كل الفرقة تقريبا كانت ثالثة ثانوي فلما وقفوا كان الأغلبية ما كانتش بتمرن. أنت بتدرس إيه دلوقتي؟ أنا لسه داخل ثالثة ثانوي عشان لسه داخل ثالثة ثانوي ما شاء الله. ثانوية عامة. إن شاء الله. فهم يعني كان عمر شريف وكان كل 2000 مواليد 2002 هم اللي كانوا ثالثة ثانوي. فما يعني حتة التمرين ديت ما كانوش مركزين فيها قوي بقى فترة الأجازة ما كانوش بيتمرنوا حتى في البيت أو كده. فكان ده يعني كان في دروب لما رجعنا بس هم يعني كان على قد المسؤوليه ان هم يرجعوا في اقرب وقت يعني. كان مهم جدا يا مهاب ان انت كمان ترجع في اقرب فرصه. طبيعي انا عارف كره اليد كمان مختلفه شويه الريتم سريع جدا جدا عن حتى كره القدم. انا لعبت كوره وعارف الريتم الارتداد السريع من الهجوم والدفاع بثواني يعني فاللياقه البدنيه يعني لازم تكون توب فورم علشان تبدا تخش المباريات. الرجعه ديت عملتوها ازاي والتدريب وصلت تبقى التوب فيت امتى وتخش البطوله وتاخد بطوله كبيره زي بطوله الدوري؟ هو اللي حصل ان احنا في الوقت ده لما كان الدنيا كانت واقفه بسبب الكورونا وكده فاحنا كنا بنكلم بعض على الواتساب. انا كنت ابعت للعيبه على طول يا جماعه اللي مش في ثالثه ثانوي بعد اذنكم انزلوا اتمرنوا انتوا اللي هتشيلوا الفتره الجايه عقبال ما احنا نرجع. والصراحه اللعيبه كلها كانت رجاله كانت بتسمع الكلام. كانت في لعيبه كمان تبعت لي صورها على الواتساب مثلا وهي في الجيم وهم بيجروا. انت كمان متابع اثبت لي بالصوت والصوره انك بتتمرن. لا الحاجات موجوده على الواتساب. يعني هو كان بينزل يعني اللي ما عندوش في البيت بينزل يشتري اجهزه يعني اجهزه في البيت اجهزه في البيت يبدا يشتغل عليها يبدا يشتغل عليها. فالموضوع كان هو ده اللي سهل علينا الموضوع شويه ان اللعيبه اللي كانت مش في ثالثه ثانوي كانت هي اللي شايله الفرقة. كان عددهم قد ايه يعني كان لا احنا كنا مثلا 9 في ثالثه ثانوي اوكي والباقي الباقي كله لسه مش في ثانويه عامه. بس كده الثانويه العامه يعني ما تعطلتش صح يعني انتوا دلوقتي ما شاء الله داخلين على شهاده بس دي اكيد مش هتعطلكم عن او اللعب مش هيعطلكم عن الثانويه العامه. لا يعني اكيد لا مهاب ما تضحكش الضحكه دي مهاب. انا منك عطله شويه اكيد انا من مهاب هتبدا امتى دروسي مستر دروس ربنا معاك حبيبي. طبعا الموضوع صعب جدا انك هتعملوا ايه هتوفق بين الدراسه واللعب ازاي وانت كمان بتبص له ليه يا مهاب يا مهاب انا قلقانه منك هتعملوا ايه بجد لا عشان دي برضو ده انت يعني ده مصير يعني اتعلم بقى من دولت يعني دولت كانوا يعني بتقعد تنصحوا وقال لي بقى يقول لي كلم مدرسين يقول لك يعني ما فيش حاجه تيجي على حاجه هو ربنا كده كده
كل واحد مكتوب له نصيبه واللي هيشوفه بس مفيش حاجه ما تيجي على حاجه، انت زي ما هتدي هنا تدي هنا. صح، برافو عليك. الموضوع بيبقى انا مريت بالاصل بالتجربه ديت، وكان وقت ان انا كمان يا اما ساعتها كنت في الجامعه يا تسافر احتراف والجامعه كانت عملي شويه وكان بيجي امتحانات العملي وانا مسافر، فالموضوع مش هيبقى سهل. لكن خلينا اتكلم على الاهداف، اهدافكم كل واحد ليه اهداف، والاهداف بتبقى مختلفه. يعني ممكن جدا يكون مهاب عنده فكر معين، انا عايز اعرف انت باصص لفين، طموحك فين في لعبه كره اليد، عايز توصل لاني مرحله احتراف، ده يعني ده حلم اي لعيب. الايه؟ الاحتراف. الاحتراف يعني في اقوى دوريات اسبانيا وفرنسا، فيعني دوت حلم لاي لعيب من اول ما يبدا هاندبول او بيحب الهاندبول. بس انك تطلع تحترف في اسبانيا من ضمن اسبانيا. المانيا اخبارها ايه؟ ثلاث دوريات دلوقتي بس اسبانيا وفرنسا، يعني المانيا برضو من الدوريات القويه. دوريات قويه. انت اصلا ليه اخترت كره اليد؟ يعني ليه مش كره القدم مثلا؟ انا هي دي قصه بقى طويله يعني. احكي، ما احنا لسه انت قاعد في بيتك بقى، احكي براحتك اتفضل. انا كنت بلعب كره قدم زمان خالص، انا 4 سنين تقريبا اصلا. والله بتلعب كره قدم في نادي النصر؟ كنت كل الناس بدات تلعب كره. لا انا هاندبول، انا عيلتي هاندبول كلها. هو من البدايه خالص عمر. طب هنجي لك. ماشي. جت صدفه كده، مش فاكر، كنت رحت نادي الانتاج الحربي، ففي مدرب شافني اسمه كابتن توفيق، فقال لي، قلت له انا عايز العب كره قدم، فقال لي كره القدم لازم سنك تيجي 9 سنين عشان تخش الفرق، قال لي تعالى العب هاندبول، عشان انا كنت بالنسبه لسني كنت طويل واشول، وما كانش فيه في المركز دوت واحد اشول. فقال لي تعالى العب هاندبول، ولما سنك يجي 9 سنين هقول لك. فلعبت بقى وحبيت اللعبه بصراحه، فاول ما سني جه 9 سنين قال لي، فقلت له لا انا عايز اكمل في اللعبه وكده، وما فيش بقى سنتين ورحت النادي ده. ما شاء الله عليك. اتنقلت من الانتاج الحربي للنادي الاهلي. فانت كان طموحاتك الاول لعيب كوره، وبعدين لما لعبت وحسيت ان نفسك يعني انك، وخلي بالك انا عارف الشور في الهاندبول بتبقى ميزه، يعني بتبقى ميزه مش كتير بيلعبوا الحته ديت، وانت كمان طبعا اشول وبتلعب ناحيه اليمين عشان تخش على جوه صح ولا صح؟ زي اللاعب، ما هو خلي بالك نفس الكلام في الكوره، هتلاقي اللعيب الاجور بيلعب ناحيه اليمين عشان يخش لجوه، ويبقى بالنسبه له زاويه الجون بتبقى مفتوحه اكتر شويه. عمر انت الموضوع عندك مختلف تماما، انت اصلا عيلتك يعني في المجال ده. اخواتي الاثنين بنات كانوا بيلعبوا في الدرجه، بيلعبوا من صغرهم في النادي الاهلي لغايه ما وصلوا الدرجه الاولى. والموضوع كنت يعني انا ابتديت الموضوع اللي انا كان سني لا يسمح اصلا ان انا العب هاندبول، يعني انا كنت يعني انا دخلت المدارس وانا سني 4 سنين، وهو ما كانش ينفع وكان لازم 5 سنين في المدرسة؟ او 6 سنين في المدارس عندنا في النادي الاهلي الاكاديميه زي أيوة اكاديميه الكوره. أيوة كده. فانا سني ما كانش يسمح اصلا. يعني انا كنت صغير قوي لدرجه ان والدي دخل، كان ساعتها مدير النشاط الرياضي مش متذكر الاسم الصراحه، قال له هينزل، وكنت بدفع فلوس حتى اللي هم 250 الاشتراك بتاع الشهر، كان سني ما يسمحش. ايوه حبيبي. فكنت بلعب وانا عندي 4 سنين. فالموضوع عندي يعني كنت بشوفهم زي ما هم بيعملوا كنت بعمل. فاللي هو الموضوع عندنا في العيله يعني ما كانش ليك انت طموحات انك تلعب كوره. اصل انا عارف انا لعبت كوره في النادي الاهلي وكان دايما في التمرين، بالذات في التمرين الفريق الاول كان بتوع الهاندبول، كانوا الملعب كان قدام الملعب، قدام الملعب لحد دلوقتي قدام الملعب. فكنت بحس خاصه الاولاد الصغيرين هم عايزين يلعبوا كوره، بيحبوا الكوره، بيخلصوا تمرينهم ويجوا يتفرجوا. كنت بتروح تتفرجوا برده على التمرين؟ قعدنا بتاع 5 سنين كده نخلص تمرين. صحيح. يعني الموضوع متواصل لغايه دلوقتي. يعني احنا لو الكابتن يعني يوم لما يبقى فرحان مننا يقول لنا سخنوا كوره، بتلعبوا كده بتعملوا خماسي تلعبوا معاه عادي. معروف بيبقى بس يعني بيبان برضو كوارث يعني. لا لا في لعيبه والله، في لعيبه كويسه. دي صوركم كنا لسه بنعرضها دلوقتي، وانتوا الفريق كله طبعا كان حامل الكاس، وقد ايه مدى فرحتكم وسعادتكم وفخركم بالانجاز ده بالرغم من صغر سنكم. يعني الحقيقه انتوا ان شاء الله يعني من الاول قبل ما نتكلم عن اللي جاي نتكلم عن اصعب البطولات او المباريات اللي عدت عليكم يا مهاب. يعني ايه كان اصعب ماتش وانت حسيت ان هو يعني لا مش مستعد كويس، لا مقلق، ايه كان انهي ماتش؟ يعني
هو يعني كأي لعيب يعني بيلعب في نادي الأهلي أو في نادي الزمالك بيبقى ماتش أهلي وزمالك ده بيبقى في حاجة تانية، اللي هو سواء بقى على بطولة أو مش على بطولة، ده بطولة لوحده الغريم التقليدي. بس فهو ماتش الزمالك بيبقى بقى ليه طقوس خاصة كده وتركيز وبس استعدادات خاصة. يعني استعد له ازاي استعداد الخاص ده؟ يعني من قبلها بقى بيبقى تفكير اكتر، تفكير بيبقى بيتكلموا مع بعض يمكن اكتر شويه، بيبقى اسبوع يعني نحضر الماتش كويس وكده بس. وانت يا عمر بتعمل ايه؟ لا انا الفرقه كان اصعب ماتش برضو بالنسبه لك ايه؟ انا يعني اصعب ماتش بالنسبه لي اصعب ماتش بالنسبه غير لي الزمالك. غير الزمالك انا مش كنت يعني انا اصعب ماتش بالنسبه لي الماتش اللي فرقتي فيه ما بكونش مفوق. انت بتحسها في الملعب اللعيب بيتبان بقى في التسخين، يعني بيتبان في التسخين. ايوه زي ما حضرتك قلت كده، بيتبان في التسخين ان انتوا لسه بتسخنوا، انت بتحس مهاب النهارده ربنا يستر. ايوه انت رحت، لا ممكن اروح اقول له مهاب ركز بتحس. طب انت بقى عشان انت عشان الكابتن، انت بقى مهاب لو شفت لو شفته هتروح تقول له قول له بعض عادي عادي. بس عمر قال كلمة مهمة قوي، هو مش بيقلق من المنافس اللي هيلعبه أو اللي بيحس بقوته، هو بيقلق من أو الخوف بيبقى من الفرقة نفسها. يعني أنت يعني أنت هو ده تربينا هنا كمان في النادي، يعني ما ينفعش أكون بلعب في النادي الأهلي وبقلق. هو ده اللي بيديك قوتك برضو لما الفريق بيكون مستعد بشكل قوي وانت بتكون لامس ده، فده بالزبط. اكيد بيفرق بالزبط. لا خلينا نتكلم كلام واقعي. صح يا مهاب؟ صح مهاب. قول لي البوزيشن بتاع، احنا عرفنا باك يمين وعرفنا باك يمين ليه الراجل اشول فبيلعب باك يمين. انت ما هو برضو الناس برضو فاهم شويه ايه عشان الناس تفهم، يعني الناس بتحب طبعا كره اليد، واحنا هنتكلم كمان على طموحاتكم ان كره اليد في مصر عملت انجازات كبيره جدا جدا، اعتقد ان انتم عارفينها طبعا، وعندنا نجوم كبار جدا على مستوى الناس راحت احترفت. املك طبعا انك تطلع تحترف، بس خلينا نتكلم فرود يعني على الدايره، يعني في حاجه اسمها على الدايره. انا اللي بجيب جول. واحد بيتدرب بس ده بيبقى اصل عنيفه جدا. عنيفه طبعا. جدا وكمان يعني يا ريتها بتيجي على الضربه بس، يعني ممكن ماتشات تونس بالذات بقى اللعيبه الثانيه شتايم خارجه والموضوع بيبقى اوفر يعني. يعني بيبقى خروج عن النص شويه. خروج طبعا عن النص، لان انا اللي واقف ما بين يعني انا واقف ما بين يعني انت بعدين الجون في ظهرك. الجون في ظهرك دي مشكله، عشان كمان لسه هتلف وبتاع بتبقى خد بدماغك. الموضوع بيبقى صعب. طب حلمه انه يحترف، حلمك ايه؟ ما فيش طبعا حد يعني ما بيكونش حلمه الاحتراف، بس حتى لو ما جاتش النادي الاهلي طبعا درجه اولى، النادي الاهلي ودرجه اولى في منتخب مصر. انت محترف اوريدي فده كده كده يعني ما فيش يعني حاجه انا بشوفها تعلى على النادي الاهلي غير يعني حاجه جامده جدا قوي بره يعني. بره يعني بس انت نفسك لو جات لك حاجه جامده قوي بره بتبقى برضو في الدوري الفرنسي في الدوري الاسباني، هو معروفين زي الكوره كده يعني. هو حتى الفرق اللي بتلعب مثلا في الشامبيونز ليج في الهاندبول هم اللي متسيدين العالم، بتبقى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وأسبانيا ممكن المجر بس يعني. بس بتبقى فريق واحد مش مشاركة بكذا فريق يعني. بالظبط. ايه البطولات التانية اللي انتوا حصلتوا عليها مع نادي الأهلي يا مهاب؟ كاس مصر السنة اللي فاتت. بس برضو زي ما عمر قال في الأول، لا قبل كاس مصر السنة اللي فاتت كان في بطولات تانية ولا احنا كنا 2002 و2003 هو مواليد 2003 فاحنا لسه منضمين السنه اللي فاتت، فالبطولات عكس غير بعضيها. البطولات مختلفه على حسب السن. هو من ساعه ما انضمينا لحد دلوقتي كاس مصر السنه اللي فاتت والدوري السنه دي. منتخب مصر بقى شكل الدوري، انتوا لعيبه دوليه ولا ان شاء الله لعيبه دوليه طبعا. كان كام مباراه دوليه لغايه دلوقتي ومسابقات على مستوى طبعا الافريقي، لعبتوا مسابقات ايه على المستوى الافريقي يعني تصفيات افريقيا؟ لا احنا لسه مواليد 2002 افريقيا بتاعتنا في شهر 12 اللي جاي احنا لعبنا بحر متوسط، بطوله بحر متوسط وجبنا فيها المركز الثالث. حلو قوي. كان فيها ايطاليا اكيد طبعا، فيها ايطاليا وفرنسا واسبانيا وفيها يعني شبه كاس العالم بس مع فرق قليله. طب ده حاجه محترمه جدا، خدتوا ثالث. خدنا ثالث. حلو قوي. كان واحد تقريبا من النادي الاهلي موجود؟ كنا سبعه. ده رقم محترم يعني. كنا شوط كامل. ايه؟ شوط كامل يعني من الوينج للوينج بالجون. اوكي. يعني كله سته
الستة اللي كانوا بيلعبوا في الملعب بالجون كانوا من النادي الأهلي، كانوا بيمثلوا منتخب مصر. تحت كنت تحت كام؟ 18. لا كنا ساعتها 17. يعني تقريبا فريق النادي الأهلي تحت 17 سنة كان بيلعب باسم منتخب مصر في بطولة البحر. وحصل الموقف اللي احنا نزلنا احنا السبعة. نزلتوا احنا السبعة كنا في الملعب جنب بعض. وبعدين هو اتصاب بقى في طلع بعدها بدقيقتين كده. جات لك اصابه اول ما نزلت. كانت اصابه ايه؟ عباره عن ايه؟ ده كان في كوعي. اتخبطت، كنت بعمل بلوك واتخبطت فخرجت على طول. هم كانوا مكملين. بس الموضوع يعني كل اللي كانوا موجودين كانوا رجاله، يعني حتى غير السبعه بتوع النادي الاهلي. كان الموضوع كله ان هو بنلعب باسم مصر، فمفيش تهريج في الموضوع. صح. طبعا اسم منتخب مصر ده يعني انا دايما بشوف لحساب. دايما بشوف في قطاعات الناشئين والمراحل السنيه 16 سنه و17 و18 انك بتلعب باسم منتخب مصر، انت كمان بتحس ان يعني فخر، وان بتحس ان كمان انت بقيت تنضج، بقيت لعيب دولي. في فرق بين اللعيب اللي بيلعب لعيب كويس في نادي، لكن الشخصيه الدوليه دي اعتقد، والنادي الاهلي دايما يعني لعيبه المنتخب اذا كان في الكوره او في اليد او الباسكت دايما لعيبه النادي الاهلي موجوده في منتخب مصر. ف عايز اسالكوا كابتن، معانا الفقره اللي جايه الكابتن بتاعكم. كابتن، قول لي ايه اهم حاجه عملها؟ يعني كان طريقه شغله، حتى على خلينا الشغل الفني ده، لكن الشغل النفسي كان بيشتغل معاكم، بيأهلكم ازاي نفسيا انكم داخلين على بطوله كبيره، انك تاخدوا البطوله وتبقى بطل؟ هو الموضوع كله ان احنا ابتدينا اول الموسم ده كابتن خالد عبد الفتاح. هو الكابتن دخل متاخر شويه. هو احنا الكابتن دخل بعد الكورونا على طول. بالظبط. الكابتن حاول يظبط الموضوع بان هو صاحبنا، ما في حاجز ما بيننا لحد معين، ان هو الاحترام موجود، لكن بس هو كابتن صاحبنا، عايزين نسافر سفره. كانش في وقت، يعني احنا خلصنا ثالثه ثانوي وعندنا ماتش بعد 5-6 ايام. قلنا له كوتش احنا خارجين من ثالثه ثانوي ومش قادرين. قال لنا سافر وهتيجوا تلعبوا الماتش وهتكسبوا على مسؤوليه انتوا رجاله. فعلا. ادانا تمرينات هناك كمان، كنا بنتمرن على الشط والكلام ده كله. كويس. رمله وكده ورجعنا ولعبنا الماتش وكسبناه ما شاء الله. هو الكابتن شال الحاجز اللي من هو، يعني هو اتعامل من الجانب النفسي اكتر من الفني شويه والبدني. هو ما لحقش الجانب الفني طبعا، ما عندوش وقت. احنا يعني احنا لعبنا 8 ماتشات في 20 يوم مثلا. 8 ماتشات في 20 يوم، في الوقت كان مضغوط قوي. بالزبط. علي الليسي كان معاكم؟ كان معاكم؟ علي الليسي ما جاش معاكم ليه النهارده؟ ما جتش ليه علي النهارده؟ مش الحاجات دي يعني ما بحبهاش قوي طبعا. يا سلام، ما بتحبش الظهور الاعلامي يعني؟ لا انا مختفي الفتره دي. يعني علي عشان الحسد يعني، مبروك. علي الليسي صديقهم وزميلهم في الفريق، ومن الاسماء اللي شرفتنا طبعا وشرفت الكابيتانو. عمال يضحك يا علي الكابيتانو. طبعا اول ما قال علي طبعا عارفين علي. طبعا علي كان معانا. عرفنا برضو عليك علي، البوزيشن بتاعك ايه وعلاقتك علاقتك برضو بالكابيتانو مهاب يعني. لا الكابيتانو مهاب دول عشرة عمر، هم عارفين يعني، هم قدام حضرتك اصحاب من زمان قوي. لا حاجه تانية طبعا. انا مركزي انا بلعب بلاي ميكر. بلاي ميكر اوكي. بس فلا احنا مع بعض من واحنا صغيرين كده وعلاقتنا ببعض غير اي حاجه يعني، جوه الملعب وبره الملعب هم طبعا عارفين يعني. يعني انتوا اصحاب من وانتوا عندكم كام سنه كده يا علي؟ انا اعرف عمر من وانا عندي مثلا 4 سنين. يا روحي. لا علي النسي والله. انتوا مدخلين حته من قلبي في الله. لا ده كلام كبير بقى يا علي. كابتن ويطلع كلام كبير يا علي جدا. ومهاب تعرفه من امتى؟ مهاب من النادي الاهلي، كان بيلعب طبعا في النادي الثاني، ولما اتكلم في الانتاج برضه على صح. مهمه جدا العلاقات برضه يا مهاب، علاقات الصداقه خارج الملعب بتكون مهمه جدا، بتبقى ليها تاثير ايجابي على النواحي الفنيه، انك كمان اصحاب مع بعض. وانا عارف طبيعي زي كره القدم بتبقى المعسكرات بيبقى ليها شكل مختلف. واول ما قلت سيره المعسكرات الكابتن ضحك، يبقى اكيد في كوارث. اكيد في كوارث عالي في المعسكرات، فادينا يعني قول لنا او حد يقول لنا ايه اللي كان بيحصل. لا ده اللي فاتكم بقى كابتن فرقتنا وحبيبنا عمر بقى ده اللي فاتكم فيها. لا مش عايز يقول حاجه، انا قلت علي اللي هيقول يعني.
يدوني بس هم الاوكي ولا اديهم الكيو ادي الكيو لعلي عشان في يتكلم في حدود المسموح علي في حدود المسموح مفيش حاجه من اللي حصلت في حدود طيب. المسموح بيستاذن الكابتن الفرقه يقول له اتكلم لا اتكلم ايه مش هينفع لا الشقاوه العاديه يعني انا بتكلم دايما واحنا كنا لعيبه كوره كان دايما في مقالب يعني مثلا في مقلب حصل واحنا مثلا احكيه بالصدفه كده وانتوا بتضحكوا اكيد هتقولوا مقلب اكيد مقلب كنا في بلد افريقي ودخلنا وكان البلد الافريقيه طبعا يعني مستوى الاوتيل ضعيف جدا لدرجه واحنا داخلين كانوا بيدونا المفتاح ويدونا شمعة فانا قلت لهم طب المفتاح عشان الاوضه والشمعة قال لك الاوتيل النور كله بيتقطع الساعه 5 فخلاص خدنا الشمعة ودخلنا فكان مصادف معانا الكابتن احمد رمزي كان بيخاف جدا من الضلمه وكان قاعد معاه اسماعيل يوسف وانا كنت انا والكابتن حسام والكابتن علاء ميهوب قلنا احمد اسماعيل بيقول لنا احمد رمزي بيصلي ومولع شمعة جنبه وخايف يا عيني وخايف طبعا تعال نخده قلنا يلا ماشي نخده فطلعنا من بلكونه ودخلنا كله ضلمه فكان اول واحد كان اسماعيل يوسف وانا كنت وراه ورايا حسام وكان ورايا ابراهيم وكابتن علاء ميهوب فمتحمس جدا اسماعيل انه عايز يخده فاحمد احنا شايفينه لان كان موجود ازاز بيصلي وشمع جنبه لاجل الحظ طبعا السيء لاسماعيل يوسف هو افتكر ان مفيش ازاز وراح هاجم على احمد عايز يخده دخل في الازاز وطبعا كابتن اسماعيل طارق يبقى فيه حاجه زي طارق اتفتحت طبعا دماغه سيبك من كله المصيبه الاكبر هنقول ليه كابتن جوهري ما هو يعني كابتن جوهري لو انتوا بقى بتهزروا في المعسكر لا ده انا هفتح دماغكم انا بايدي يعني اكيد مواقف ظريفه كابتن هاني بقى اكيد شجعك ان انت تحكي موقف من المواقف دي علي لا احنا غلابه في الحاجات لا غلابه ايه لا ده من صوتك يعني وطريقتك عادي يعني ما بتقولش غلابه خالص ليه بس كده والله انا خايف منك انت عالي والله ما فيش غلابه انا خايف منك انت عالي ليه بس ده هو بس احنا كبرنا واحد صاحبنا نايم منديله ولا انت رجل ايوه الحاجات اللي هي الحاجات الصغيره دي مين بقى اللي كان بيتولع في رجله لا كتير احنا شاف معانا عمر سالم الجول بتاعنا الجول حارس المرمى ده اساس على فكره في كل فرقه لازم الجول على طول هو نايم ياخد نسيم ومين تاني علي محمود وشوقي لا كرسي عمل كل دي مواقف طيب طب برضو انا عايز اسالك برضو عن برضو مواجهه الزمالك والبطوله اللي انت حققتها دي علي اتكلم جد بقى شويه قررت بقى تعمل ايه يعني ايه اللي انت شايفه هتعمل ايه قررت يعني طموحك في الفتره اللي جايه ايه طبعا احنا كل الفرقه دلوقتي مركزه ان احنا داخلين على ان احنا مرتبط فاهمين على فيرست تيم فاحنا كله شغال على ان هو عايز يبقى في الفريق الاول الفريق الاول لازم يبقى يلاقي مكان كلنا شغالين بنتعب في الحوار ده فكلنا شغالين ان احنا عايزين كل واحد فينا عايز يبقى طبعا مكانه في الفيرست تيم يبقى محجوز يعني فهي منافسه صعب فرقتنا يطلع للفيرست غير مكانك يا علي الصوت قطع الا في التجمع مفيش شمع سجن الوحشة في التجمع طبعا لا نقول لك مبروك وان شاء الله باذن الله يعني تكون متواجد معانا كمان انت كمان يا علي ان شاء الله في البيت الكبير ودايما يعني احنا زي ما بنقول كابيتانو ان احنا حابين ان احنا كمان انتوا بتحسوا بايه يعني لما حسيت ان انت جاي البيت الكبير في قناه النادي الاهلي احساسك ايه لان انا يعني وانا بلعب في الناشئين يعني بحس ان انا لا يعني لو الناس مهتمه بيا وبطلع وبتكلم اكيد اهلك بيتفرجوا عليك دلوقتي واصحابك وعلي اكيد كمان كان بيتفرج عليك فانت بتحس يعني احساسك ايه اشرح لي احساس انك يعني عملت حاجه اصلا وحد بيقول لك شكرا ايا كانت بقى هي كانت ان انا هطلع على القناه حد مثلا حد بينزل مثلا بوست على اي حاجه بيشكر فيك بيشكر في الفرقه كل دي حاجات بتحفز اللي انت لا انت مش بتعمل حاجه وبتترمي في الارض صحيح وطبعا انك تيجي في مكان عظيم زي اللي احنا فيه ده دلوقتي ده شرف لاي حد يحلم ان هو يكون موجود هنا وفي يعني
ناس كتير جدا مش مقدرة الكلام ده، بس لا فعلا اي حد يعني يفتخر ان هو موجود في مكان زي ده او ليه الشرف. اكيد انت بتقول السوشيال ميديا متابع جيد ليها، يعني حريص ان انت بعد كل بطولة او بعد اي تحقيق لانجاز ان انت تتابع السوشيال ميديا بتتكلم عننا ازاي، بتقول ايه، بتشكر فينا لاي مدى، حريصة على متابعة السوشيال ميديا ولا لا مركز وانا هعمل اللي عليا وخلاص؟ لا مفيش حاجة هتشتتني. انا حريص على متابعة السوشيال ميديا في اللي بينقدوني، في اللي بينقدوك بينتقدوك. دي حاجة يعني بحب استمتع بيها جدا. تديك حافز. جدا يعني. لكن اللي بيشكروا فيك لا. ما احبش يعني. انا حتى والدي قليل قوي لما اطلع بعد ماتش يقول لي انت لعبت كويس. يعني يقول لي انت لعبت كويس بس بعد مثلا ايه ما يطلع كل حاجه عملتها في الماتش. انت كنت وحش في كذا وكذا 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 بس يعني في الاخر عملت كويس. شغال يعني. طب وانت يا مهاب انت يعني من متابع يعني دايما هو السؤال انت هل للسوشيال ميديا تاثير عليك، بتاثر عليك بالايجاب والسلب؟ يعني ممكن جدا تشوف حد يتكلم كومنت مش حلو انت تيجي تفكر فيه تاثر عليك، ولا انت فعلا بتفصل الحته؟ ما بركزش في يعني الحاجات دي، ما بركزش فيها، ما اللي هو يعني اللي يقول يقول واللي يتكلم، انا بركز في الحاجه اللي انا بعملها وبس. بس مش مركز مع السوشيال ميديا قوي، بس اللي هو متابع يعني بس اللي هو مش بس مش اللي هو بركز يعني بشوف كده بس مش بتتاثر مش قوي بتأثر يعني. احنا بنتكلم كده كمان عشان نقول انه ان شاء الله باذن الله في المستقبل القريب هتبقوا نجوم كبار، وهيبقى دلوقتي اكيد السوشيال ميديا مش واخده حق، يعني ما حدش بيبص بالقدر اللي بفريق الاول او منتخب الاول، فاحنا بنتكلم من دلوقتي علشان كمان الشخصيه تبقى مستعده كويس انك لما تطلع الفيرست تيم ان شاء الله، ومن الفيرست تيم تطلع لمنتخب مصر وتروح كاس عالم ويبقى الضوء، وخاصه عندنا كاس عالم في مصر السنه اللي جايه. السنه اللي جايه موجوده في مصر، فدوت اكيد هتتابعوها واكيد هتحضروها طبعا، لكن انك تهيئ نفسك للقصه ديت من دلوقتي مهم جدا، انك تقول انا اوكي في ناس بتنتقد، بتاخد النقد البناء وبتشتغل عليه، انت بتقول انا باخد النقد بس وبتحفزني اكتر، ومهاب بيقول هو ما بتفرقش معاه قوي، فده جزء مهم كمان انت تنقله كابتانه للمجموعه اللي جايه، لان الضغوط هتبقى عليكوا اكتر شويه الفتره اللي جايه. يعني هما الموضوع هما يعني مفيش حد مستني اللي احنا لما نكبر شويه ولا لا، دي الناس شغاله من دلوقتي. صحيح. في صفحات كتير جدا ابتدت تاخد بالها من الموضوع قطاع الناشئين. الناس ابتدت تاخد بالها اصلا من اللعبه بعد ما رحنا وحققنا انجاز طبعا انجاز كبير كاس عالم. فالناس ابتدت تاخد بالها من اللعبه نفسها، ابتدوا ياخدوا العاب الصالات بقت واخده حيز اكبر من كده. دلوقتي حضرتك ماشي في الشارع بتشوف اي حد، الاهلي يلعب في السله مثلا، الاهلي يلعب هاندبول، بقت الناس عارفه الموضوع. بقى في لفظ اسمه ملوك الصالات يعني. ما كده كده صحيح ده يعني. بس فالموضوع ان هو ان انا بكلم اللعيبه ان ده ما ياخدش كل واحد، طبعا في لعيبه زي ما بقول لحضرتك في مواليد 2003، في لعيبه بتتصعد من 2004، كل واحد بحاول اوصل له الفكره يعني على حسب ما هو يفهمها يعني، عشان مش كله هيفهمها ان هو بنفس الاسلوب. بنفس الاسلوب اللي هي الموضوع ليه اهميه. مهاب في طبعا جيل في كره اليد يعني عملاق واسامي كبيره، كابتن حسين زكي تقريبا، احمد الاحمر، في ناس كتيره قوي. جوار نبيل طبعا، جوار نبيل طبعا احسن من احسن لاعبي العالم على الدايره. انت اول ما قلت جوار نبيل رحت بالظبط. مين اللي انت بتعتبره مثل اعلى، يعني مين اللي انت بتبص له وتقول مش عايز ابقى زيه، يعني عايز احقق واوصل لنفس الطريقه وحتى اعديه كمان ليه لا؟ كابتن حسين زكي وكابتن احمد الاحمر طبعا. فعلا طبعا. كابتن حسين زكي مرني فتره في منتخب كاس العالم الناشئين دوت، انا كنت معاهم. تمام. فهو مرني يعني، وشخصيه جوه الملعب وبره الملعب، ف بيديك كل حاجه بقى، بيديك كل حاجه، ما بخش على حد بمعلومه سواء بره الملعب، اخ وكل حاجه. وانت يا عمر بالنسبه لك مين؟ انا بالنسبه لي طبعا انا ممكن كابتن جوهر طبعا، علشان في يعني في مكاني في البوزيشن بتاعك وصل مع، ممكن يكون كابتن جوهر، وفي كابتن محمد ابراهيم طبعا لسه بيلعب لحد دلوقتي، بس ان شاء الله ربنا يقدرنا ونبقى حاجه زي ان شاء الله ربنا معاكم. بس يا سؤال اخير ليكم انتوا الاثنين، مش ساعات كده بتغيروا لو كنا لعبنا كوره كان زماننا دلوقتي بناخد
خد 10 مليون في السنه ما بتفكروش مع بعض في حته زي دي. يعني الارقام بتاعت لعيبه الكوره ديت وانا عارف يعني لسه عقودكم ان شاء الله تبقى لو لعيب محترف هتاخد ما شاء الله يعني ربنا هتاخد ان شاء الله تامن مستقبلك بيه. لكن انتوا وانتوا بتتكلموا في خلال الاحداث اللي حصلت اليومين اللي فاتوا ما بتقولوش لواحد يا مش كنت كملت في الانتاج الحربي كنت فكره كره القدم ما زالت انت شايف ان في ظلم شويه ان المبالغ اللي بتدفع والارقام الكبيره والعقود بتاعت لعيبه الكوره مقارنه بلعبه زي كره اليد بتبقى فيها ظلم شويه؟ هو وفي ظلم شويه بالنسبه للموضوع ده، بس هو الفتحه اللي اتفتحت في موضوع الفلوس في الكوره اثرت على كل الالعاب في النادي الاهلي. ده الكلام ده الاسلام رادي صح؟ مش بس في كره القدم ده يعني. اسلام رادي اسلام رادي ده بتاع اسلام رادي ده جاي داخل 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 مع المدير الفني ان شاء الله. اسلام يعني يبحبح شويه اسلام ماله اسلام ايه لا اسلام ما بيفرقش بقى معاه الحاجات دي خالص. لا ما بتكلم بجد ما بتفرقش معاه ايه موضوع الفلوس يعني كلنا يعني لما بنقعد مع بعض وانت بقى بتفرق معاك يعني هو ما بتفرقش معاه ما بتفرق قلت ما بتفرقش معانا ما بتفرقش معانا كلنا اللي هو يعني بنحب اللعبه ديت وربنا يكرمنا وتدينا قدام ان شاء الله باذن الله. هي كل لعبه بتجتهد فيها وبتوصل لمرحله انت بتتكلم احتراف ان شاء الله يبقى باذن الله تامن مستقبلك وكمان بتحب تلعب حاجه في مستوى عالمي دي طبعا دي متعه مختلفه. والكابتن وكمان ان شاء الله بنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. عايزين السنه كمان اللي جايه تكونوا موجودين ان شاء الله ومعاكم بقى دوري وكاس باذن الله ونشوفكم بقى ان شاء الله في منتخب مصر الاول باذن الله. ما فيش حاجه تشغلكم عن الدراسه بس دي اهم حاجه. لا خلاص بقى ربنا يوفقكم يا رب. ربنا يوفقكم. مبروك نورتونا وشرفتونا والف مبروك. طيب احنا بعد الفاصل لسه مكملين احتفالنا دي ليله خاصه بنحتفل بيها او فيها بفريق كره اليد اللي حقق انجاز كبير جدا على نادي الزمالك مواليد 2002 البيت الكبير بعد الفاصل.